إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به عنها الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، وارض اللهم عن آل بيته الطيبين الطاهرين وعن صحابته الغر الميامين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم بفضلك يا كريم، اللهم آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، لازلنا نعيش في رحاب سورة الحجرات مع دروس أخلاقية عظيمة من شأنها أن تقيم دولا ومجتمعات، وأن تصلح ما في النفوس البشرية من أمراض وآفات. واليوم بإذن الله نعيش مع قوله تعالى مخاطبا الذين يدعون أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. نهيين عظيمين ذكرهما الله جل وعلا إرشادا للمؤمنين، ذكرهما الله جل وعلا كعلامة حقيقية على الإيمان. ونفهم من مفهوم المخالفة ومن توجيه الأمر للذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن من لا يجتنب هاتين الصفتين فإن في إيمانه ضعفا. الله جل وعلا ينهانا عن اللمز: ولا تلمزوا أنفسكم. واللمز هو الانتقاص من الغير بذكر العيب، تذكر عيبا خلقيا أو خلقيا إنجاز التعبير، تذكر عيبا جسديا أو خلقيا تقصد به الانتقاص من الغير، وهذا مرض خطير يدل على ضعف في الإيمان ودناءة في النفس وشعور ذاتي بالنقص. فإنه لا ينتقص غيره إلا من يحس هو نفسه بالنقص. ويقول الله جل وعلا: ولا تنابزوا بالألقاب، لا يدعون بعضكم بعضا بالألقاب الكريهة، وهي مرتبطة بالانتقاص كذلك. فإنك إن تذكر العيب الذي في أخيك انتقاصا من شأنه وتقليلا من قدره، يقود ذلك مباشرة إلى الدعوة إلى التنابز بالألقاب. كأن يقول الواحد لأخيه مثلا: شكل أنفك، شكل جسمك، سرعة غضبك، أنت سمين، أنت نحيف، طويل، قصير، وما إلى ذلك مما يدل على الانتقاص من الغير. كل ذلك مما نهانا الله جل وعلا عنه، لأن الله جل وعلا رحيم ويحب أن يرى الرحمة من عباده. والذي يفعل ذلك، من يلمز غيره ومن يتنابز بالألقاب، من يدعو غيره بألقاب يكرهها،
يكسر خاطره ويقلل ثقته في نفسه ويقلل تقديره لذاته ويضعه في منزلة لا يرضاها الله جل وعلا ولا يرضاها رسوله، وهو مرض خبيث يدل على ضعف الإيمان ويدل على أن الذي يقوم به هو شخص يحس بالنقص في ذاته. ومن خبث هذا المرض أنه ينتقل، يورثه الآباء للأبناء، وقد يأخذ صيغة أو يأخذ صفة يتخفى بها فلا يظهر على حقيقته. قد ينتقص الإنسان من أهله ومن أولاده بدعوى التربية والتهذيب والإصلاح، وقد ينتقص الإنسان من إخوانه بدعوى الدعوة إلى الله جل وعلا وإرادة الخير، وكل ذلك ما هو إلا ذات المرض الخبيث الذي نهى الله جل وعلا عنه. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، والله جل وعلا عندما قال ولا تلمزوا لم يقل لا تلمزوا غيركم أو ولا تلمزوا بعضكم بعضا، وإنما قال ولا تلمزوا أنفسكم. وفي هذا الأسلوب البديع إشارات جميلة يمكننا أن نتعلم منها دروسا مختلفة. فقد قال بعض العلماء إن المراد بلا تلمزوا أنفسكم لا تلمزوا غيركم، ولكن الله جل وعلا استعمل أنفسكم حتى يبغض هذه المعصية وهذا السلوك إلى الناس. كأنك إن انتقصت من قدر أخيك فكأنما انتقصت من نفسك، فيكون ذلك أدعى لإبعاد المؤمنين عن هذا الخلق الذميم. ومن الممكن أيضا أن يكون الله جل وعلا قد قال ولا تلمزوا أنفسكم ويريد بذلك أن انتقاصك من الآخرين هو بالفعل انتقاص من نفسك، لأنك إنما تساهم بفعلك في انتشار هذا المرض في المجتمع الذي تعيش فيه. فعندما تنتقص من فلان وفلان ينتقص من فلان وهكذا، هي دائرة مغلقة لا تلبث إلا يسيرا ثم يطالك جزاء ما فعلت. تعيش في مجتمع مبني على انتقاص الآخرين، لا يستطيع الإنسان أن يحس بشعور جيد عن نفسه إلا عندما يضع الآخرين في منزلة أقل، إلا عندما ينتقص من شأن الآخرين. فإنك إن تفعل ذلك فإنك تساهم بشكل أو بآخر في إيقاد النار التي ستحرقك لاحقا. ويقول بعض العلماء كذلك إن الأمر قد يكون مرادا على الحقيقة عندما يقول الله جل وعلا ولا تلمزوا أنفسكم، فإنما يعني بذلك لا تلمزوا أنفسكم بالفعل، يعني لا تقلل من شأن نفسك، لا تقول لا دائما لا أستطيع، أنا لست جيدا لأفعل ذلك، أنا لا أقدر على ذلك، أنا غبي، أنا ضعيف التحصيل، أنا ضعيف أمام الشبهات، أنا ضعيف أمام الشهوات، أنا لا أستطيع أبدا أن أحافظ على الصلاة، أنا كل ذلك محرم، كل ذلك داخل في النهي الذي نهى الله جل وعلا المؤمنين عنه ولا تلمزوا أنفسكم. نعود إلى خبث ذلك المرض الذي قد يستتر فيبدو للناس ويبدو للفاعل كأنه إنما يريد به خيرا، وقد يكون بالفعل يريد خيرا، كالوالد الذي دائما ما ينتقص من شأن أبنائه، لا تفعل هذا أيها الغبي، لا تفعل هذا أيها الحقير، لا تفعل هذا، هل أنت معتوه؟ هل أنت مجنون؟ هل أنت؟ كل هذا داخل في النهي الذي نهى الله جل وعلا عنه. قد يكون ذلك الوالد يريد حقا في قرارة نفسه أن يصلح من شأن ابنه، ولكنه لا يزيد الأمر إلا تدهورا وفسادا، لأن الطفل يصدق ما يقال له. عندما تقول له أنك غبي أو مجنون أو ضعيف أو كذاب أو سارق، هو يأخذ انطباعا عن ذاته منك، وهذا داخل في النهي الذي نهاه الله جل وعلا، ويؤدي إلى تحطيم شخصية الطفل. وقد رأيت ذلك بنفسي من كثير من الآباء والأمهات، يظن أنه إنما يضغط على أولاده
حتى يدفعهم لتحقيق أكبر قدر ممكن من النجاح ومن التفوق ومن السعادة في الدنيا. والأمر بالعكس تماما. ثم نرجع بعد ذلك ونشتكي عقوق الأبناء، نرجع بعد ذلك ونشتكي أن الولد يكذب، أن الولد لا يصلي، أن الولد يسرق، أن الولد يعق أباه. وقد بدأنا نحن المرض ولم يبدأوه هم. الظاهرة الأخطر هي بين المتدينين. صراحة الأمر أصبح ظاهرة. الإنسان وخصوصا الذي يكون على معصية أو يفعل ذنوبا ما ثم يمن الله جل وعلا عليه بالتوبة، يبدأ في النظر إلى الآخرين نظرة دونية. تجد الأخت التي تلبس الحجاب تقول لأختها: هل تظنين أن ما تلبسينه حجابا؟ هل تظنينه حجابا؟ هل تظن أن ما فعلت أن صلاتك هذه صلاة؟ هل تظن أن ما تصدقت به شيئا؟ هل تدري ماذا يفعل فلان وفلان؟ ألم ترى كيف أفعل أنا؟ ويبدأ في التقليل من عبادة الآخرين، ويبدأ في الانتقاص من أقدارهم، وهو يظن بذلك أنه يدعو إلى الله جل وعلا، أو أنه يساهم في رفع مستوى العبادة التي يقوم بها من حوله، ولكنه يضر نفسه ويضر غيره، وما يفعله هو ذنب عظيم كبير عند الله جل وعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني يكفيك شرا ويكفيك إثما ويكفيك بعدا عن الله أن تحتقر أخاك. المشكلة هنا أن المرض هذا الذنب ليس فقط شيئا يمكن الإنسان أن يتوقف عنه بسهولة، لا، هو دليل على مشكلة كبيرة في هذه الشخصية. مثلا دليل على الجهل بالإسلام وبحقيقة الإسلام، دليل على الكبر، وهو مرض بشع جدا قد يخرج الإنسان به من رحمة الله جل وعلا. قد يدل كذلك على النفاق، على أن هناك نفاقا في القلب، لأن فعل ذلك هو من المنافقين. المنافقون كانوا يفعلون ذلك. في سورة التوبة الله جل وعلا يقول عن المنافقين: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. هؤلاء كانوا يسخرون من طائفة من المؤمنين يتبرعون بإرادتهم الحرة لله جل وعلا، ولكن بمبالغ قليلة جدا لأنهم فقراء لا يملكون، والذين لا يجدون إلا جهدهم. يعني قد يتبرع الواحد منهم بدرهم أو بدينار وهو كل ما يملك من الدنيا، فيبدأون بالسخرية منهم. والله جل وعلا جعل الجزاء من جنس العمل. فالذي ينتقص من عبادة الآخرين ليحذر، فإن ذلك قد يكون دلالة على نفاق في قلبه. والذي يفعل ذلك ليعلم أن عنده مشكلة حقيقية في فهمه للإسلام، هو يظن أنه خير من غيره. فكرة الانتقاص مبنية على ظن الإنسان أنه أفضل من غيره، تظن أن عبادتك أفضل، أن لباسك أفضل، أنك أقرب لله جل وعلا من غيرك. ويأتي الشيطان إليك فيقنعك أنك ما تفعل ذلك إلا لتوجه النصح إلى ذلك الشخص المسكين البعيد عن الله الذي لا يحافظ على السنن، إلى تلك الأخت التي لا تلتزم بالحجاب الشرعي، فتبدأ بمهاجمة الشخص. ولو كنت صادقا لصرفت نصحك وكلامك إلى السلوك. هذا الذي ينبغي أن يفعله الناصح، وهذا الذي ينبغي أن يفعله المربي، أن تتكلم عن السلوك لا أن تتكلم عن الشخص، وأن تحسن النصح بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن لم تمتلك الحكمة ولا الموعظة الحسنة
فإن سكوتك عن النصح خير لك ولمن تريد أن تنصح. وانظروا عباد الله إلى فهم أنبياء الله لحقيقة الإسلام. إبراهيم عليه السلام ابتلاه ربه بكلمات فأتمهن، اختبره اختبارات صعبة ونجح فيها إبراهيم جل وعلا، ووعده الله جل وعلا أن يجعله للناس إماما ومن صلح من ذريته، ثم أمره أن يبني البيت هو وابنه إسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل في حالة بناء البيت امتثالا لأمر الله، بعد أن حقق إبراهيم كل هذه النجاحات ونجح في اختبارات الله جل وعلا له، ما هي الدعوة التي يدعوها إبراهيم جل وعلا التي يدعوها إبراهيم عليه السلام لله جل وعلا؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك، يسأل الله جل وعلا أن يكون مسلما حقا. وهو من هو إبراهيم عليه السلام؟ من أعظم أنبياء الله. إبراهيم عليه السلام الذي ما ابتلاه الله جل وعلا باختبار إلا ونجح فيه بالعلامة الكاملة، فأتمهن. يدعو الله جل وعلا ربنا واجعلنا مسلمين لك. فأنت يا من تظن نفسك قد بلغت درجات الإسلام والإيمان والتقوى والإحسان، وانشغلت بعيوب الآخرين عن عيوبك، وزين لك الشيطان سوء عملك، أليس من الأفضل لك أن يكون لك في إبراهيم أسوة حسنة؟ يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام سجن ظلما، لم يفعل خطأ، سجن ظلما وصبر ودعا الله جل وعلا، فرق عن أبيه وهو لازال طفلا صغيرا، وعاش حياة صعبة وتعرض لاختبارات نجح فيها بعون الله وفضله. ما هي أمنيته بعد أن تمت قصته ومكن الله جل وعلا له في الأرض؟ مكن الله جل وعلا له في الأرض وجمعه بأهله وتبين لإخوته أنه خير منهم بالفعل، وأن الله جل وعلا قد فضله عليهم. ما هي دعوته؟ يدعو الله جل وعلا توفني مسلما، توفني مسلما. أنت يا من تظن أن إيمانك بالله جل وعلا وتظن أن كونك على الإسلام هو أمر مكتسب ولا ينبغي عليك أن تسعى للحفاظ عليه، وتنشغل بسبب شعورك بالاستعلاء على خلق الله بأنك أفضل منهم، تنشغل بعيوب الناس عن عيوبك، أليس من الأفضل أن يكون لك في يوسف عليه السلام أسوة حسنة؟ هؤلاء أدركوا حقا أن ما بكم من نعمة فمن الله، كل ما فعلت من خير من الله جل وعلا، أنت لست الفاعل الحقيقي لأي شيء، أنت فقط سعيت نويت، لكن الله جل وعلا هو الذي أقدرك على فعل هذا الخير، فكيف تتكبر به على عباد الله جل وعلا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك أبدا، ليس مع المسلمين، من عصى من المسلمين، وليس مع غير المسلمين، حتى مع أشد أعداء الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، ولم يرى منه قط أي خلق يدل على الكبر أو على الاستعلاء أو على حب التميز على أصحابه. انظروا إلى تلك الآية العظيمة، بعد أن ارتكب أبونا آدم عليه السلام الخطيئة الأولى التي يقوم بها البشر، أكل من الشجرة بعد أن نهاه الله وتعرى في الجنة، وكان في حالة من الضعف ومن الحياء من الله شديدة، ما الذي فعله الله جل وعلا؟ الله جل وعلا يقول فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. الله جل وعلا علم آدم طريق التوبة، علمه إذا أردت أن تخرج من ذنبك وأن تتوب فإن عليك أن تقول هذه الكلمات. انظروا حتى التوبة، رجوعك إلى الله جل وعلا في حد ذاته فضل عظيم من الله عليك، وليس شيئا تمتن به لا على الله ولا على إخوانك، ولا تمتن به أصلا، بل تعيش في حالة دائمة من الشعور بالامتنان، وفي حالة دائمة من الحمد والشكر لله جل وعلا أن وفقك إلى ذلك. أهل الجنة لما يدخلون الجنة
والله الله جل وعلا يوم القيامة ينكشف كل شيء للناس، الناس يرون الأشياء على حقيقتها، يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإن كنت لا فضل لك في التزامك، لا فضل لك في حجابك، لا فضل لك في صلاتك، في علمك، في تلاوتك للقرآن، لا فضل لك في المال الذي لديك، لا فضل لك في أي شيء تفعله، فبأي حق تنتقص من شأن إخوانك؟ بأي حق تحطم المجتمع الذي تعيش فيه؟ بأي حق تضع في نفس أخيك الشعور بأنه لا شيء، الشعور بالخذلان وبالضعف وبأنه ليس جيدا بما فيه الكفاية؟ بأي حق تضع ذلك الشعور في زوجتك؟ أو في بأي حق تضعينه في زوجك؟ بأي حق تضعونه أيها الآباء والأمهات في أولادكم؟ الله جل وعلا لا يرضى ذلك لعباده المؤمنين. الله جل وعلا جعل من فعل ذلك ناقص الإيمان، وإلا لما وجه الأمر، لما وجه النهي، لما صدر الآية، الآية التي فيها النهي بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يجعلنا من العاملين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم وسع لنا في أرزاقنا، اللهم وسع لنا في أرزاقنا، اللهم أصلح لنا أحوالنا، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.